مجدد تحية لكل المشاهدين الأحبة اللي عم بيتابعونا، ومن جديد مشاهدينا بدنا نتابع معكم صباح وقريب. وصلنا نحن وانتو للزاوية الثانية اللي من خلالها بدنا نحكي عن أطفالنا هاي المرة. دايما لما بتسكر المدرسة أبوابها ببادر الأهالي لتسجيل الأطفال بالنوادي الصيفية أو بدورات تدريبية من خلالها ممكن يمارسوا نشاطات رياضية أو قد تكون فنية أو ترفيهية أو موسيقية. يا ترى الأطفال بحاجة لهي الدورات المكثفة أم أنه هن بحاجة للدورات اللي بتتماشى مع ميولهم وإبداعاتهم وهواياتهم؟ هل هن بحاجة فعلا أنه يكونوا ضمن مجموعات أم أنه الدورات الخاصة بالمنزل بتكفي؟ هل ممكن الأهل بالبيت يدربوهم إذا كان في بالبيت فنان أو قاص أو روائي أو حتى فنان تشكيلي أو موسيقي، أم أنه لازم الولد يتبع هاي الدورة خارج المنزل؟ هاي جملة الأمور بدنا نوقف من خلالها عن ضيفنا اليوم بالاستديو، بدنا نوجه له تحية، القاص والفنان التشكيلي زيدان أبو حامد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك استاذ زيدان. اهلا صباحك فيك استاذ. بدايه بدنا نحكي عن اهميه هيك دورات، يعني مثل ما قالت عبير انه كل الاطفال وكل الاهالي بيسعوا دائما بالصيف لاقامه هيك دورات. طبعا دورات هذه مهمه جدا، انطلاق من مقوله تربويه اساسيه، المدرسه ليست اعداد للحياه انما هي الحياه. فطفلنا المفروض ما ننظر نحن انه بالمدرسه عم نعده لحياه المستقبل، المدرسة هي حياته، عم بصرف عمره وحياته ضمن المدرسة. يبدأ من عمر 5 سنوات، ينتهي من المدرسة بسنة 18 سنة. طب هذا عمر، يعني هذا عمر ضائع، ما فينا نعتبره عمر ضائع لحتى يوصل للجامعة، هو بعيش حياته أول بأول. اللي صار عندنا في البرامج، برامج الوزارة وبرامج التربية، عدد أيام الدوام قليل جدا، لا يتناسب مع طموحات الطفل ومع طاقات الطفل. نسبة الدوام ما بتتجاوز 180 يوم سنويا على 4 ساعات يوميا. فإذا هذه ما بتعطي الطفل كل ما بتعطي الطفل إمكان يكتشف حتى إمكاناته، شو إن كانت نواحي علمية أو ناحية المواهب أو كل هذه الأمور. إذا طفلنا من هذه الناحية كثير محروم، ما عم بعيش حياته فعليا بالمدارس. المفروض طبعا المناهج الحديثة اللي موجودة حاليا هي مناهج تفترض 8 ساعات دوام يوميا، انما الطفل عم بيداوم بس 4. يعني المناهج اللي شفناها اللي هلا بتفترض دوام صباحي مسائي، يعني الطالب مفروض يكون الصبح عنده مواد 4 ساعات او 5 ساعات، عنده فتره استراحه، بعد الاستراحه عنده برنامج اخر، برنامج انشطه. هلا هذا ما موجود، فالتعويض بكون هون بالنوادي الصيفيه. بس النوادي الصيفيه اللي لازم تكون موجوده كمان لازم يكون عليها اشراف وينعمل عليها دراسة طبعا، اللي يكون عليها اشراف ولازم تكون داخل ضمن خطه تربويه. اللي عم بيصير العكس تماما استاذ زيدان. قبل ما تقلنا شو هو اللي عم بيصير، انت من وجهه نظرك انه ممكن المدرسه بذاتها نتيجه تقييم الطلاب خلال العام انه ممكن يضاف لاعمالهم شهادة هيك صغيرة، كل واحدة من أنسات الطفل ممكن تقول إنه هذا ميوله كذا لحتى يقام النادي الصيفي تحت إشراف المدرسة ضمن حرم المدرسة صيفي. طبعا هذا الأساس، هذا اللي كنت بدي أحكيه. أفضل ما يكون النوادي تكون النوادي بمؤسسات خاصة، وهذه المؤسسات أو نوادي خاصة هي على الأغلب غايتها ربحية ما تربوية، حتى بجوز القائمين عليها ما يكونوا تربويين في بعض النوادي، يعني غير أخصائيين. يعني مثل ما عنده مكان بيفتح نادي، أنا عندي نادي صيفي مجرد عمل يعني. طبعا المدارس مهم، إذا كانت النوادي ضمن المدارس، طبعا كان في تجربة رائدة بهذا الموضوع هي تجربة طلائع البعث، ولكن هذه التجربة كمان انت يعني ما أعطت المراد منها، لأنه أسبوع خلال الصيف ما بعمل شيء كثير يعني. الفكرة طرحتها جدا هي ممتازة وهي الأساس. مفروض المدارس عندها تقييم كامل للطلاب خلال العام الدراسي الكامل. بتعرف ميول الطلاب وبتعرف حاجاتهم، ما بس حاجات بتعرف الحاجات التربوية والحاجات العلمية والحاجات المواهب، بتعرف كل شيء عن الطالب. طالما بتعرف عن الطالب النادي ممكن يكون، ممكن الأساتذة نفسهم، المعلمين نفسهم، المتطوعين إذا أمكن، يعني حتى بإيجار رمزي خلينا نقول، يعني النوادي عم تاخذ على الأقل، أقل نادي عم ياخذ على الطفل 2000 ليرة بالشهر لنفترض، والنادي عم بكون عنده أحيانا 100 طالب، ومئة طالب عم بيقعدوا في مساحة لا تتجاوز 16 متر مربع، عم بكون فيها 25 طالب. طبعا هاي حتى جلسة غير تربوية وغير صحية أصلا يعني. المدارس في مساحات كافية، صفوف كافية، صفوف مرتبة، صفوف تربوية ممكن استفادة منها. والمعلم اللي بده يشتغل بهذا المجال بعد الدوام أو خلينا نقول بالصيف ممكن يكون له أجر رمزي من ريع هذه النوادي، إذا وضعنا سياسة نوادي فعلا
وتكون مكملة. وممكن يعني بتوقع الموضوع ممكن لأنه ما في تجاوز القانون، يعني أفضل ما هالطالب يروح يشترك بنادي خارج ويدفع هالمصاري، أهله الطلاب يدفع 2000، لا خليه بمدرسته ضمن مدرسته، وهذا الريع بنجمع كله ممكن يستفيدوا من المعلمين المشرفين القائمين على هذه النوادي. طيب أستاذ، يعني في كثير أطفال ما بيرغبوا أنه يسجلوا بالصيف، يعني بيعتبروا الصيف هي مجال للهو للعب، نحن كيف نقدر أنه نجذب طفلنا لهيك دورات؟ عن طريق مثلا ممكن رفقاته، عن طريق كيف؟ تنوع الأنشطة. لما يكون النشاط، ليش ما بده يكون مثلا طالب ما يروح على النادي؟ يعني بيشعر انه هذا النادي غير مكمل، يعني هو الطالب بحد ذاته عم بيبحث عن النشاطات اخرى اللي كان محروم منها خلال العام الدراسي. هلا بالعام الدراسي، خلال العام الدراسي نحن عندنا الطالب يحرم تماما من كل الانشطه، مثلا حصه الفنون رايحه، حصه الموسيقى لا تعطى، حصه الرياضه لا تعطى، كل هذه الحصص تستخدم بحصص اخرى. وحتى لو استخدمت ما في امكن، يعني مثلا حصه الفنون ما في غرفه متعدده الاغراض ليرسم فيها الطالب، الرياضه بجوز ما تنوجد الملاعب الى اخره، او ما تنوجد الكرات، إن وجدت الكرات ما تنوجد الأجهزة الأخرى. يعني بمعنى أن الأنشطة خلال الدوام المدرسي غير موجودة، يعني ما منفذة بشكل أن ترضي غايات الطفل وتنمي للطفل. فممكن هون عنده أي نادي أو أي تواجد أو أي تجمع على مقعد دراسي يعتبره منفر. فهون سياسة النوادي الصيفية لازم تكون يعني تعتمد أكثر التعلم عن طريق اللعب، يعني تعتمد هذه السياسات استراتيجيات التعلم عن طريق اللعب، تعطي الطفل إمكانية اللعب، إمكانية المرح، وأثناء اللعب يتعلم طبعا، ممكن يتعلم كل شيء. صح. يعني نقول بالنسبة للنوادي بشكل عام، المفروض طبعا يكون في سياسة عامة لهذا، مثل ما في منهاج مدرسي، في منهاج مدرسي كامل، في منهاج متكامل. صيفي طبعا. لازم يكون في منهاج صيفي مرمم أو مكمل لهذا المنهاج، ويكون العمل عليه. يعني هلا اذا شفنا النوادي اللي عم تشتغل، كل نادي بيشتغل بسياسه مختلفه عن النادي الاخر، وكل نادي عنده توجه مختلف عن توجه النادي الاخر، كل نادي خبراته مختلفه طبعا بتتبع لخبرات القائمين على النادي، وكل نادي طبعا بحط سيره وبيشتغل، وبتشوف احيانا يعني ما في فرز، يعني ما في فرز حتى للطلاب ضمن النوادي، يعني بيكون طلاب مختلفين بالميول، طلاب مختلفين بالمهارات، طلاب مختلفين بالسن، وكل طالب كله ياخذ بيعطوه برنامج واحد، رياضه مثلا برنامج واحد، موسيقى برنامج واحد، فنون برنامج واحد. اكيد هي طبعا ما في فرز، يعني ما في مراعاه للمراحل النمائيه للطفل لحتى نقدر نعطيه لكل مرحله من مراحل النمائيه نقدر نعطيه برنامج خاص. طبعا هذا بالمدارس ممكن يكون، يعني ممكن لما يكون اعداد كبيره، هذه الأعداد الكبيرة بتسمح أنه نوجد شعب ضمن الفرز، ضمن فرز المواهب المختلفة، ضمن فرز الميول المختلفة، ضمن فرز حتى المستويات المختلفة. جميل هذا الكلام أستاذ زيدان، ولكن خلينا نحكي بما هو متاح. هلا الكلام اللي عم تحكيه كتير ظريف وكتير جميل وبتحس انه يعني رائع، ولكن هو غير مطبق. هلا ما كل مدارسنا عم تعمل نوادي صيفيه، وحتى اذا كانت نوادي صيفيه فهي نوادي صيفيه فقيره بالنشاطات، عم تكون تقريبا مدرسه اذا مو اقل. فخلينا نحكي هلا بالامور المتاحه بين ايدين الاهالي، شو ممكن يعملوا الاهالي بالصيف لحتى ينموا مواهب ابنائهم وابداعاتهم ويصقلوها، وكيف ممكن يكتشفوها، ولمين ممكن يلجأوا، وشو هي الجهات اللي لازم تكون مسؤوله عن هاي النشاطات؟ هلا في الموجود حاليا، موجود حاليا النوادي، خلينا نحكي بما هو موجود، الموجود حاليا هي النوادي. بس حتى النوادي يعني اهل الطفل مفروض قبل لما بده يتعامل مع اي نادي يكون في عقد. انا بدي ابني في نادي معين، بدي اعرف شو خبرات هذا النادي، يعني ما مجرد اني اخذت ابني على النادي، بدي اشوف اسال شو عندكم خبرات، شو برنامجكم، شو عندكم برنامج خلال هالشهرين بالصيف، شو بدي ياخذ البلد، وين بده يوصل، شو بدكم توصلوه، اشوف الخطط الجاهزه. هلا اذا ما كان عنده الخطط جاهزه بروح على نادي اخر، يعني هذا بيخليني انا كولي امر ابحث عن الافضل. وطبعا هو بالنتيجه الاكثر، يعني الاكثر انسجاما هي النوادي الرياضيه، بحس لانه النوادي الرياضيه عندها مهارات ثابته، ان كان النوادي ان كان حطين تشرين التضامن، كل هالنوادي الرياضيه عم تعمل مثلا نوادي صيفيه بالمدينه الرياضيه، سباحه، كل هذا عم بيعملوا. هدول عندهم برنامج ثابت، عندهم برنامج تدريبي بيبدا من المهاره الاولى بنتي، هدول عندهم. بس فيما يخص الفنون والتربيه، يعني بيجي مثلا الطالب على النادي، لما بوصل للنادي
في هون احيانا بيصير في بعض الاحتيال على الاهل يعني بكل بساطه. بيجي ان ابنك صار فنان، ابنك صار فنان، خلال شهرين عملوا لك فيها فنان، في تدخل، بتلاقي احيانا في تدخل حتى بعمل الطالب. وفي توجيه غير تربوي، طبعا اي رسمه بيرسم الطالب، اي نقطه بده يحطها، اي خط بده يحطه على الورقه، هذا مرتبط بمرحله النمو عنده. يعني هو عكس تماما شو عنده، شو لوين واصل بالخط، لوين ادراكه للخط، لوين ادراكه للون، وين ادراكه للشكل، وين ادراكه لمساحه العمل، لمساحه اللوحه. لما نواصل الولد لهون بصير احيانا تدخل لارضاء الاهل. لما انا باجي بقول له بدي ابني لنفترض تشوفه تنمى مواهبه بشكل افضل، بدي اياه يصير فنان، ايه لا بيصير فنان يعني اخر شيء النادي بيطلع لي اياه فنان، كيف ما بعرف وشوف كيف رسم. طب هو في تدخل، يعني هون عم بيصير في تدخل كبير باقصائي بتحويل الطالب، يعني قتل موهبة الطفل تماما وتحويله الى مصور اجباري. بدك تعمل هاي، بدك تعمل هاي، كيف عم بعلموه الكتابه والقراءه بيمسك ايده بالقلم، بدك تكتب هيك، بدك تكتب هيك، وهي غلط وهي صح. بنفس الطريقه الفنون ما فيه غلط وصح، ما هي غلط محيه، لا هيك بصير صح. عم بيشتغلوا هلا في كثير نوادي، ولاحظت كثير من المعارض، هلا اذا بتدخل المعارض اللي بتعملها النوادي في نهايه الصيف بتشوفي في تدخل واضح جدا جدا بعمل الطلاب، انه هي الرسمه او هي اللوحه اكيد مو هذا الطفل اللي عاملها، هو عاملها بس ما عاملها بموهبته، ما عاملها بموهبته يعني قسرا عاملها، عاملها بعقلا ولكن بايده. ايه طبعا، يعني هذه كمان هذه قتل للموهبه. يعني عمليا لما يكون في برنامج مهاري، يعني برنامج مهاري متدرج، بنشوف بيجوا الطلاب. بالنسبه للنوادي عم بقول للاهل شو لازم يعمل. استاذ زيدان بس لو سمحت لي بهي النقطه بالذات، هلا النوادي الصيفيه بدها تجاوبك على هذا الكلام وبدها تقول لك انه نحن عم نعلمهم التكنيك، عم نعلمهم الف باء، هلا نحن بنطلب منهم شيء معين هنن يطبقوه، ولكن فيما بعد نحن ما مرافقينهم بكل حياتهم، هنن لهم مطلق الحريه انه يرسموا اللي بدهم اياه او يعملوا اللي بدهم اياه. هذا كلام دقيق ولازم يكون هيك، بس ما هذا اللي عم بيصير. عم بيصير انه حتى النادي، يعني ما كل النوادي، يعني في نوادي بتحترم حالها كثير، يعني بتشتغل بمهاري فعلا، بتشتغل عمل مهاري وعمل نمائي مضبوط وعمل فني وبتشتغل على الموهبه، وفي نوادي بتشتغل على الربح. طبعا هو بهمهم، يعني هلا انا بهمني بالمعرض ان شاء الله، المعرض ورقه بيضاء وعليها خطين، هيك عمل الطالب، يعني هذا هيك اشتغل. ما لازم، يعني لا بدنا نعمل المعرض لازم كله يكون اعمال فنيه رفيعه المستوى، ولازم تكون عاليه، ولازم تاكد. طبعا هذا اللي بحكي فيه التدخل. هون برجع للنقطه اللي قلتها قبل، المفروض الاهل لما بده يجوا في طبعا اختبارات مسبقه ما في، او اختبار تحديد مستوى قبل ما في، بيجي الطالب مثل ما هو، اعمل هيك، ارسم هيك، هات مزاج واعمل وهذه الالوان واشتغل هيك فورا. يعني الاهل المفروض هون يراقبوا الولد، انه وين تدخل، وين شو اخذ الولد من الطالب، اخذ الرسمه على البيت، الام او الاب يناقشوا فيها، شو اشتغلت، ليش هاي هيك، كيف عملت هيك، كيف عملت هيك، شو وصلت. اذا الرسمه الثانيه الثالثه الرابعه، لما بصير صله بين الاهل، رقابه من الاهل على رسمه تماما، مثل الرياضيات، مثل العربي، كيف بجيب مثلا كتاب العربي ودفتر العربي، بنقول له شو كتبت وشو عملت وهي غلط وهيك، يعني بنشتغل لوين وصلت. كمان بالفنون نفس الشيء، بالموسيقى نفس الشيء، راح على نادي الموسيقى بنقول له عزف لنا، سمعنا شو عملت. يعني كمان نحن لنا دور كبير كاهل بمتابعه الولد لنعرف وين وصل، ونقدر نعرف شو عنده ثغرات، نقدر نعرف وين. بعدين حتى بالنسبة إن كان الرسم أو موسيقى، هي لغة حوارية للطفل معنا، يعني بصير حتى بنفتح نحن آفاق جديدة، نتعرف على أطفالنا من خلالها. طبعا كل إنه دائما بالرسم كل نقطة أو كل جزء من اللوحة له دلالة عند الطفل وله معنى، وفينا نحكم وفينا نفهم كل ميول ونفسية أطفالنا من خلال ما رسموا. فضروري كمان هذا التواصل بين الاهل وبين بين الاهل والطفل عن طريق بالرسم والموسيقى وكل النشاطات اللي بيعملها، هذا مهم جدا. وهذا التواصل اللي انا بنقله للنادي، يعني ما بخلي النادي حر التصرف بكل شيء ويشتغل ويجي يعطيني بحكم نهائي ابنك فنان، ابنك فنان. يعني هذا الحكم النهائي برضيه ولا ما برضيني انا، بقول بده يصير فنان. طب هلا قديش انه عم نرسم 20 سنه و30 سنه و40 سنه ما ادعينا انه فنانين، بنقول لساتنا بدنا نشتغل، عندنا لا زال عندنا مشاريع، لا زال يوما ما بدنا نعمل شيء، يعني اسا بعد 40 سنه شغل مثلا
يعني بيجي ابنها خلال شهرين صار فنان، وشوف هاللوحه ما اجملها وهيك. طبعا هلا هي الموضوع دعائي لا اكثر، يعني دعائي للنادي لا اكثر. يعني برجع بقول يعني مهمه الاهل هي مهمه اساسيه في هذا الموضوع، وإنهم دور كبير. يعني الاهل ما مفروض انه والله عطل الولد بدي اخلص منه. يا استاذ زيدان هلا كمان ما راح اقول لك يعني بالنسبه للاهل عم بيصير في شغله كثير مهمه، يعني ما كل الاهل عندهم الاهتمامات الفنيه او هالاهتمامات اللي حضرتك عم تحكي عنهم، او ممكن يكونوا يفقهوا شيء في الفن او الموسيقى او حتى الفن التشكيلي. هلا الاهالي بالنسبه لهم بيعتبروا حالهم انه خلصت مهمتهم عند ايصال الولد للنادي الصيفي، اطمنوا عليه، شلون الامور الاجتماعيه بابا حبيبي؟ اوكي تمام، رجعنا جبنا للولد مرتاح؟ ايه مرتاح. فما كل الاهالي عندهم هي الميول، عشان هيك نحن رايدين نستفيد من وجود حضرتك. كيف ممكن ننصح هدول الاهالي اللي ما عندهم بين قوسين الميول الفنيه، انه وين ممكن يحطوا اولادهم؟ من هي الجهات اللي بدها تكون مسؤوله عنهم؟ كيف بيقدروا يتواصلوا معهم اذا ما كان عندهم الف باء الفنون اللي عم يتعلموها الاولاد؟ هلا في بالمركز وزاره الثقافه عامله، في عندها نشاطات صيفيه منيحه، بس بالمركز الثقافي العربي بلادي درسنا كثير، اشتغلنا مع الاطفال، في عندنا نوادي اطفال، في نوادي اطفال بالمركز الثقافي العربي بمبنيين، في بالثقافة الشعبية نادي، وفي بمركز الفنون التشكيلية كمان نادي، وفي نادي ثقة. بالمسارات يعني مسارات، يعني نوادي الأهالي بيحطوا أولادهم وهنين مطمئنين. طبعاً أيوه. الوزارة حتى مسؤولية، يعني كنا نحن حتى الطفل ما يغادر القاعة إذا ما أجوا أهله استلموا، يعني يجوا أهله يسلمون الأطفال ونسلموا الأطفال للأهل. بعدين كمان شغل مهاري، والقائمين بالمركز الفنون التشكيلي كلهم فنانين، يعني فنانين وعندهم، يعني عم بيشتغلوا مع الكبار والصغار، فنانين وعندهم خبرات وعندهم برامج. بس نرجع نعيد العناوين مرة تانية مشان نفيد اللي عم بيقول. في عنا المركز الثقافي، مركز الفنون التشكيلية، وفي ضمن المركز الثقافي كمان الثقافة الشعبية. هدول اثنين بالإضافة للمسارات الموجودة تحت بالمكتبة كمان في كمان عندهم نشاطات فنون. هدول في مركز الفنون التطبيقية يمكن السنة بعتقد بده يعملوا كمان نادي صيفي. في الشبيبة كمان عندهم نادي صيفي، الشبيبة بالأنشطة، ما كان في مدرسة الأنشطة كمان الشبيبة عندهم نادي صيفي، في عدة جهات. طب استاذ من أي عمر ممكن نحن نحط طفلنا بهي النوادي؟ من 5 سنين. من 5 سنين؟ أي ما بالضرورة يكون بالمدرسة، يعني ممكن 5 سنين طالما أنه في برنامج مهاري موجود. إذا برنامج المهارات براعة الطفل حتى من قبل، يعني ممكن يكون قبل، بس نحن بنقول 5 مع سن الروضة، مع سن رياض الأطفال. البرنامج موجود، برنامج المهارة موجود، يعني ممكن نعطي أمثلة إذا في خاطر. تفضل. طبعاً كل مهارة نحن ما بهمنا، مثلاً هلا ما بهمني الطفل يجي يعمل لوحه بدايه مثلا مثل ما قلت 5 سنين، بهمني يعرف مثلا كيف يعمل مساحه، يعني يعمل مساحه لون مثلا، هون بيعمل مساحه لون، ممكن لحظه هون ممكن عمل اكثر من وجه، ممكن هون بلش بالمنظور بهي اللوحه، ايه هون ممكن لحظه عمل تناظر، يعني في مهاره هون عمل تناظر، هي كل مهارات، يعني عم بيشتغل على مهاره. نحن ما بهمنا بالنتيجه اخيره ممكن هلا هذا مثلا يا عيني بلشوا بالمائي، ايه طبعا هون مثلا بس نثبت شوي مشان الكاميرا تاخذ صوره الالوان، مثلا حلقه اشتقاق الالوان اول حلقه بالالوان الاساسيه، طلع هاي مهاره اعلى، هلا هون وصل لمهارات اعلى بكون طالب اكبر، يعني في عندنا القصد نبدا نحن هون مهارات تقطيع، يعني مساحات، مهارات اشتقاق قوس قزح، يعني هون مهارة منظور، يعني العمل على المهارات، نحن نبدأ بالعمل على المهارات. الطفل نفسه بينجز مهارة مهارة بعدها مهارة بعدها، مثل الكرة مثل كرة القدم مثل الكتابة مثل الكتابة مهارة ببلش بالخطوط بعدين الأحرف، تمام، حط الطالب في جو لوحة أو نقل هذا المنظر نقوله هذه اللوحة نقولها، نبدأ مهارة بنشوف وين وصل. لذلك ممكن بأي سنة من السنوات، ممكن ب5 سنين، ممكن طالب يكون عنده 5 سنين طفل 5 سنين يتجاوز مهارة الطفل عنده 10 سنين. ما مرتبطة المهارة بالعمر، المهارة مرتبطة بشكل فعلي بالموهبة.
يعني الخمس سنين ممكن في اطفال موهوبين من صغر وفي اطفال ممكن يعني هذا يتجاوز مراحل سريعه يعني ياخذ يتجاوز مراحل سريعه ينجز خلال هالشهرين اذا بنقول بالنادي ينجز ما انجزه اللي عمره 10 سنين واكثر. اذا لما هذا انت لما يكون نحن كمدربين او كمعلمين يكون نحن واضح بذهننا اصلا الخطه خطه العمل النمائيه ويكون عندنا برامجنا واضحه ومنهاجنا واضح فبنقدر نحن نتعامل مع الطفل حسب مراحل نموه. وطبعا هذه موجوده يعني المطمئن انها موجوده بالمركز الثقافي اشتغلنا على عدة برامج موجودة وبرامج مرتبة هي بضمنة لأنه اشتغلت فيها موجودة ما بعرف إذا في نوادي أخرى إذا أخذ الحالة النمو النمائية للطفل كل مرحلة شو بدها وكل مرحلة شو اللي لازم يشتغل فيه وشو المجال اللي يشتغل فيه. أستاذ زيدان نحن بنتمنى أنه الأهالي يعوا أهمية أنه الطفل يكون في عنده نشاطات صيفية وبنتمنى فعلا أنه تكون هي النوادي عندها خطط مستدامة لأنه نحن بحاجة لها تكون في كل عام. بدنا نشكر حضورك وشكرا على هاي الإيضاحات. أهلا وسهلا فيك مرة تانية كل عام وأنت بألف خير. بخير تسلم. أهلا وسهلا فيك وشكرا كثير لوجودك معنا أستاذ زيدان. تسلم. أهلا فيك.